بالنسبة للولايات المتحدة فإن مصر مهمة أكثر من أي وقت مضى، وهنالك الكثير الذي نقوم به سوية، ونستفيد كثيرا من حقيقة أننا نقوم بذلك معا. أريد أن أشكرك يا صديقي، وأريد أن أشكر الرئيس السيسي على الترحيب الحار في القاهرة، وأريد أن أؤكد على جودة الأحاديث التي دخلنا فيها معا وفي إطار الحوار الاستراتيجي المشترك. سنحت لنا الفرصة هذا الصباح في إطلاق الحوار الاستراتيجي، وهذا يؤكد على التزام كلا بلدينا بالاستمرار في تعزيز علاقتنا وتعزيزها بطريقة تركز على خدمة شعوبنا. وأنا أريد أن أشكرك بدر، وأن أشكر فريقك على هذا الحوار وعلى هذه البداية الجيدة. لقد حققنا تقدما في كثير من الأولويات بما في ذلك التنمية والحوكمة والاقتصاد، وأنا أعلن عن 129 مليون دولار من التمويل الإضافي للاستثمار في مئات المنح التعليمية العليا وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الصحة في المناطق الريفية. معا نحن نحقق التقدم الاقتصادي ونوسع الفرص الاقتصادية للمصريين والأمريكيين، ونساعد النساء من صاحبات الأعمال الصغيرة على الوصول إلى التمويل، وتوسيع الاستثمار الخارجي المباشر ليتعدى 1,000 شركة أمريكية الموجودة هنا في مصر. الولايات المتحدة تدعم جهود مصر في على إصلاح اقتصادها لكي يصبح أكثر تنافسية وديناميكية. في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر قمنا باستضافة اللجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة من أجل تنمية التعاون الاقتصادي، وسوف نشجع مشاركة القطاع الخاص أيضا. وفي الشهر القادم سوف يستضيف الممثل التجاري الأمريكي جولة من المحادثات للتعرف على خطوات إضافية لتعزيز العلاقة التجارية لمساعدة مصر على اجتذاب المزيد من التجارة والاستثمار. وبناء على دور مصر القيادي في مؤتمر المناخ واستضافتها للمؤتمر 27، فإننا نعمل على الاستمرار في تسريع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، وسوف ننظر هذا الأسبوع في مشاريع الهيدروجين وأيضا توليد الطاقة الشمسية، وهنالك قدرات هائلة لاستخدام التقنية المتجددة. كما أشار وزير الخارجية تناقشت أنا والرئيس السيسي على التهديد الوجودي لمصر وموضوع المياه، ونحن نستثمر سوية في موضوع التعليم، وهذا من الأشياء المهمة التي نقوم بها من أجل مستقبل الشعب في كلا البلدين والروابط بينهما. وهذه الاستثمارات ضرورية لإطلاق قدرات مصر، ولجنة التعليم سوف تقوم بتأسيس كثير من المدارس وأيضا لتعليم العلوم والتكنولوجيا، وهذا يغطي كل الجامعات حتى يتمكن المصريين الشباب من التحضير للمستقبل. وفي وقت لاحق من اليوم سوف يقوم ممثل عن 3 جامعات أمريكية مهمة بفتح حرم جامعي لهم هنا في مصر، وهذا يعطي الطلاب المصريين الفرصة للحصول على تعليم أمريكي هنا في مصر. وهذا أيضا نعمل أيضا على تعزيز جهود مصر في تراثها وأثارها، بما في ذلك الجهود لإدراج معبد أبيدوس على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التي اتخذتها مصر في السنة الماضية في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين وتعزيز إجراءات إصلاح مراحل ما قبل المحاكمة، وأيضا حل القضايا التي تنطوي على حظر السفر. وكما أشار وزير الخارجية، مصر تتخذ هذه الخطوات لأنها في صالح
صالحة. ونحن أيضا نشجع الخطوات التالية الإضافية التي سوف تقوم بها مصر في مجال الإصلاحات، وبما في ذلك الاستمرار في العفو عن السجناء والتأكد من أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الآخرين سوف يتمتعون بحقوقهم. هناك اهتمام من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي في استمرار مصر في تحقيق هذه المجالات وتعزيز الشراكة بين بلدينا لإفادة أيضا الشعب المصري مرة أخرى كما أشار وزير الخارجية. ناقشنا أيضا كيف بإمكاننا أن نعزز التعاون الأمني الطويل الأمد، لطالما قدمت مصر مساهمات في مجال حفظ السلام في الكونغو والسودان وغيرها من المناطق، ولا تزال مصر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء هدنة في غزة، تعيد الرهائن وتخفف من معاناة السكان في غزة وتؤسس لسلام طويل الأمد. أريد أن أشكر الرئيس ووزير الخارجية أيضا على التزام مصر بهذه الأمور، وناقشنا أهمية تحقيق هذه الصفقة، وهذا الشيء سوف نستمر بالسعي إليه مع نظرائنا. ونحن نعتقد أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف المخاطر على الاستقرار الإقليمي، وهي مخاطر أعرف أن مصر تشعر بها بشدة، وعلى وجه الخصوص استمرار الحوثيين في بدعم من إيران في مهاجمة التجارة العالمية في البحر الأحمر، وهذا كلف مصر نحو 5 مليارات دولار من العوائد الضائعة. لقد لعبت مصر دورا حيويا في الصراع في السودان، وهو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبالعمل مع شركائنا في السعودية والإمارات وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حققنا كثير من التقدم في الشهر الماضي، وفتحنا معابر لتسمح بعبور المساعدات الإنسانية، وهذا التقدم مهدد الآن بسبب حملة جديدة من قوات الدعم السريع في الفاشر، وقد تسببت في مقتل ونزوح الآلاف من الأشخاص. على قوات الدعم السريع اتخاذ كل خطوة لحماية أرواح الأبرياء واحترام التزاماتها لحماية المدنيين، وعلى القوات المسلحة السودانية إيقاف قصفها العشوائي للمدنيين، وعلينا جميعا القيام بالمزيد لإنهاء هذه الحرب البشعة والبناء على ما حققناه في جدة. في الأسبوع القادم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف أقدم عرضا لفتح ممر إنساني لحماية المدنيين وإيقاف العدائيات. نحن شاكرون على مشاركة وقيادة مصر لهذا الجهد، وأيضا سخي الشعب المصري في استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، كما أن مصر تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار في ليبيا بما في ذلك جهود رفض البنك المركزي هناك. كما سمعتم من كلينا، هذه هي مجرد بعض، ليست كل القضايا التي ناقشناها، ومرة أخرى فإن هذه اللحظة المليئة بالتحديات تؤكد على أهمية شراكتنا مع مصر. الحوار اليوم مهم جدا، ليس فقط لأنه يذكرنا بما هو على المحك، ولكن بما هو ممكن تحقيقه لشعبينا وللمنطقة.